بالنسبة للجان التعويضات في مدينة الرمادي، لحد الآن لم تصل لجان التعويضات والتفتيش والفحص والكشف عن الدور اللي متهدمة واللي دور متضررة في مناطق حي العادل وحي الضباط. نرجو الإسراع بتشكيل اللجان وإرسالها إلى الدور، وخاصة العوائل اللي رجعت حاليا إلى بيوتها بحاجة إلى مبلغ من المال حتى تكون بيتها وترتبه. يعني بدأت العوائل تبيع أملاكها، تبيع سياراتها، تبيع إذا عنده قطعة قاع بعيدة أو كذا عدة ذهب يبيعها حتى يرمم بيته ويصلحها. نرجو الإسراع بالتعويضات لأنه الناس أي بدأت تيأس من هذه اللجان. احنا دائما كل ما يقول شكل لجنة نقول إذا هذه الشغلة يعني ماتت عليها. بالنسبة للجان، لجان كلاوات بكلاوات، أي شيء صحيح ماكو. أكو بيوت كشفوا لها بالتليفونات، واكو بيوت لا والله جمع عليها. احنا بيتنا هسه انا اطلعكم علي كشف وانتم تشوفوه بعيونكم. الاستلام تعويضات موظفين الحكومه كليتهم بالمحافظه 80% اللي هسه عيني قاعد يبنون بعمايرهم وقاعد يشيلون بالانقاض، واحنا حسر علينا سياره تكرمون زباله تطلع على المنطقه تنظف. دعم موازنة لهذا جهد يكاد يكون معدوم طبعا اعتمادا على الأهالي. اليوم نسبة الأضرار كبيرة جدا، البنى التحتية مدمرة طبعا بنسبة عالية جدا، كذلك دور المواطنين بعدد أكثر من بحسب المعاملات اللي استلمناها من المواطنين أكثر من 25,000 دار متضررة. نسبة الضرر ما بين 10% إلى 100%، طبعا الغالبية طبعا هي نسبة الضرر عالية بها. هذا يتطلب موازنة خاصة، نطالب الحكومة المركزية ونطالب المنظمات الدولية، نطالب الدول المانحة أن تحسب حساب خاص لمدينة الرمادي كونها الأكثر تضررا من مدن العراق بشكل تام. يعني احنا لاحظنا المدن الفلوجة، هيت، الرطبة، غيرها من المناطق اللي تم تحريرها كانت نسبة الدمار فيها والضرر طبعا 10 إلى 20%، بينما في الرمادي نسبة الضرر تجاوزت 80%. والرمادي هي عاصمة محافظة الأنبار، مركز محافظة الأنبار، الخدمات الأساسية الرئيسية، الدوائر، المؤسسات الحكومية هي موجودة في مدينة الرمادي. اليوم كلها بشكل كامل طبعا مدمرة، هذا يستلزم الإسراع بتخصيص موازنات خاصة، موازنة طوارئ لإعادة الإعمار في مدينة الرمادي.